مجموعة من المبدعين الشباب في بداية طريقهم نحو النجومية اجتمعوا اليوم في أبو ظبي بصالة سينما رويال في الخالدية مول بتنظيم من 2454 التي دعمت مشاريع الشباب السينمائية عبر مشروعها المختبر الإبداعي الذي احتفل اليوم بالمشاريع الناجحة التي تحمل بصمة إماراتية وبتنفيذ إماراتيين تركوا لمساتهم المبتكرة أمام وخلف الكاميرا. تابعوا التفاصيل مع فاطمة اليتيم. المختبر الإبداعي يعرض عددا من المشاريع المختارة والمنفذة خلال العام الحالي، حيث وفر المختبر الإبداعي منحا تمويلية غير ربحية للمواهب العربية الشابة الذين يملكون أفكارا مبتكرة وأصيلة في شتى الميادين الإعلامية والترفيهية، كما يقدم الخبرات الضرورية والتوجيهات اللازمة لهم لتحويل محتوى أفكارهم إلى أرض الواقع. وتمكن المختبر الإبداعي حتى اليوم من إنهاء 11 مشروعاً مع مساعدته 50 شخصاً لتطوير مهنتهم بالميدان الإعلامي، ومن المتوقع أن يزداد عدد المشاريع خلال العام المقبل. والحمد لله يعني قدرت أني أحقق حلمي في تصوير مشروعي أنا واللي هو فايت سين، قدرت أني أوصل له المرحلة وأصور الفيلم مع 2454 وكنت أنا المخرج فيه. طبعا الإماراتيين بدأوا يتوجهون إلى الشيء هذا بشكل أكثر، يعني الحمد لله قاعد أشوف فيه شباب إماراتيين قاعدين يطورون من نفسهم من ناحية الميديا. وأظهر عرض محتوى أعمال الشباب المحلي والإقليمي قدرات إبداعية كبيرة، ومنها أعمال 4 إماراتيين في منصات